نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفي. يرحب من القاهرة بالكاتب الصحفي محمد أبو الفضل، ومن عسقلان رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبي لافي. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد كوبي، بما نقلته القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع باتجاه الموافقة على صفقة التبادل، ما هي اعتبارات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم هنا تحديدا بأن صفقة التبادل هذه أهم من عملية رفح واقتحام رفح؟ صباح الخير داليا، وصباح الخير لجميع المشاهدين. طبعا عندما نرى ماذا يحدث في إسرائيل بعد ما حدث فينا في 17 ووضع بخت قطبيننا ومصيرهم الذي لا أي جهة أمنية دولية تراعي أوضاعهم، وحدل وليس هناك حدا يطلب بحقوق الإنسان الأساسية لمعرفة مصيرهم، هناك ضغوطات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي كي تعمل الحكومة الحالية في إسرائيل كل ما بوسعها لتحرير المخطوفين كجزء أول. المحاربة الحرب مع حماس لن تنتهي بعد أي صفقة، لأن مع الأسف الشديد على مدار السنوات هناك حرب متواصلة بين إسرائيل وحماس وبين إسرائيل وحزب الله في الجهة الشمالية، وهذه طبعا لا تنتهي مع الأسف الشديد، لأن لكن اسمح لي سيد كوبي، هل يعني هي مراجعة للمؤشرات الحالية وما قد تنتج عنه عملية اجتياح رفح؟ لأنه عندما تتحدث المؤسسة الأمنية وترى بأنه من الأفضل المضي قدما في صفقة تبادل وهي أهم من أي عملية عسكرية في رفح، هل هذا يعني بأن هناك تقييم آخر اليوم، ربما هناك اعتبارات أمنية عسكرية أخرى اليوم؟ من ناحية عسكرية ليس هناك مشكلة أن إسرائيل تجتاح رفح اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، ولكن وضع المخطوفين اليوم وخاصة بعد ما علمنا أن ليس لنا أي إمكانية لتحريرهم مع الأسف الشديد بواسطة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، يجب علينا أن نلقي كل الحلول المتاحة بأيدينا لنحرر مخطوفينا. هذا لا يشير أن إسرائيل راضية من هذا الاحتمال أو من هذه الفرصة، ولكن الوضع الراهن في هذا الوقت يجب علينا أن، وهذا ما تقوله القيادة العسكرية والأمنية في إسرائيل، أولا تحرير المخطوفين، وبالتالي إذا تمكن الأمر الوصول ومواصلة الحرب مع الجماعة الإرهابية في رفح وفي كل قطاع غزة، جماعة حماس المقادة من قبل النظام الإيراني. طيب دعني أذهب الآن وأرحب أيضا بضيفنا سيد محمد، أهلا بك معنا. يبدو أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس في انتظار ردها على المقترح المصري، هل المؤشرات فعلا إيجابية سيد محمد؟ هل تستطيع حركة حماس بشقها الداخلي والخارجي رفض هذا المقترح المصري اليوم؟ بالطبع يعني هناك تفاؤل أشعه الموقف المصري، والتصريحات المصرية تقول أن هناك قدر من قطع المسافات السلبية الكبير ما بين حماس وما بين إسرائيل. هناك أيضا مؤشرات إيجابية من الجانب الإسرائيلي تقول أن هناك موافقة مبدئية من قبل نتنياهو ومن قبل عدد كبير جدا من الحكومة الإسرائيلية. الكرة في ملعب حماس لأن الكل ينتظر رد يحيى السنوار. هناك معلومات تقول أن المسودة المصرية أو المبادرة المصرية تم إرسالها إلى يحيى السنوار للبت فيها، لكن أعتقد أن المسألة يمكن أن تأخذ بعض الوقت، لا يمكن أن ننتظر اليوم أو غدا يمكن أن تأتي الإجابة. أنا أعتقد أن إذا أرادت حماس
أن تلتقط أنفاسها لابد أن توافق على المبادرة المصرية، لأنها حوت الكثير من العناوين أو النقاط الجديدة المهمة التي يمكن أن تحقق الحد الأدنى للطرفين. أعتقد أن رد حماس يمكن أن يكون إيجابيا إذا راعت في حساباتها ما يمر به القطاع، إذا راعت في حساباتها أن الموقف الدولي بدأ يعني يتنصل قليلا من دعمه للحكومة الإسرائيلية. لابد أن تستفيد من هذه الفرصة لإعلان موافقتها على التهدئة حتى يلتقط الجميع أنفاسه. أنا أعتقد أن يعول نتنياهو كثيرا على أن يأتي الرفض من قبل حماس، ربما تكون الموافقة المبدئية من قبل الحكومة الإسرائيلية راهنت أو لديها تقديرات على أن الرد يمكن أن يأتي بالسلب، وبالتالي هنا يبدو نتنياهو يعني أقل تحللا من الضغوط السياسية سواء كانت خارجية أو داخلية، وبالتالي أيضا يمكن أن يجد مبررات كبيرة جدا في تنفيذ عملية اجتياح رفح. ربما تكون هناك ضوابط أو مخاوف من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي حول هذه العملية، لكن في النهاية هي لا تزال مرصودة في الأجندة الإسرائيلية. الآن بالفعل الرد الحمساوي من قبل يحيى السنار هو الذي سيحدد الكثير من العناوين المهمة في هذه المرحلة. أعتقد أن يعني خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن نستقبل ردا إيجابيا إذا كانت حركة حماس وقيادة حماس واعية لما يدور من تحركات على مستويين الإقليم الدولي، واعية لحجم الزخم الذي يمكن أن تكون حصلت عليه القضية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية. لعليها ألا تفوت هذه الفرصة وألا تكابر كثيرا، لأن هناك الكثير من التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وليس لديه المقدرة على تحمل الكثير من الإرهاقات والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل لديها الكثير من الذرائع إذا رفضت حركة حماس في أنها يمكن أن تقوم بعملية رفح، وأعتقد أن هذه العملية ستكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة. طب ولذلك أنا أعتقد أن يعني الأولوية حتى للجانب المصري، لأن أدرني على المقاطعة، الأولوية حتى للجانب المصري هو وقف اجتياح رفح، بالتالي ما هي الأوراق التي يمكن أن يلجأ إليها الجانب المصري للضغط على حماس؟ ولربما لا أدري كيف تقرأ أيضا مؤشرات، لا يعني نذهب بعيدا لربما تحديدا هذا مقطع المصور الذي تم عرضه من قبل الجناح العسكري لحركة حماس لمحتجزين لديه يطالبان نتنياهو بالمضي قدما في صفقة التبادل، ليس هذا مؤشر أيضا بأنه الحركة تريد أو ستدفع باتجاه هذه الصفقة والاتفاق؟ هناك حرب نفسية ما بين إسرائيل وبين حركة حماس. الحرب النفسية تتمثل في الإصرار الإسرائيلي حول القيام بعملية اجتياح رفح منذ أسابيع ماضية. كلما زاد الحديث عن هذه المسألة زادت الضغوط على حركة حماس. حركة حماس تستخدم ورقة الأسرى للضغط على الداخل الإسرائيلي، للضغط على حكومة نتنياهو، لتصوير المسألة أن الكرة في ملعب نتنياهو وليس في ملعب حماس. بالنسبة للجانب المصري، الجانب المصري يبدو أكثر تفاؤلا هذه المرة من المرات السابقة. تدخل هذه المرة وإرسال وفد أمني مصري إلى إسرائيل معناه أن هناك شيء ما يتم الإعداد له، ويا معناه أن هناك موافقات مبدئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، أن هناك تعهدات نسبية من قبل حركة حماس تلقتها الحكومة المصرية حول موافقة ما حول هذه الصفقة. أعتقد أن المبادرة المصرية تنطوي على كثير من المحددات التي يمكن أن تلبي بعض مطالب الطرفين. لدى الحكومة المصرية قناعة بأن رشادة حركة حماس أو القيادات الرشيدة في الحركة يمكن أن تؤثر على قرار الحركة في الاستجابة للمقترح المصري، ومن هنا جاء التفاؤل المصري في هذه المرة أكثر من المرات السابقة. هناك أيضا زخم أمريكي أو تعويل أمريكي، هناك تصريحات للمستشار الأمن القومي الأمريكي يقول أن هناك قدر من التفاؤل، لم يكن هذا التفاؤل موجودا قبل أيام سابقة. أنا أعتقد أن هذه الأمور كلها يمكن أن تؤدي إلى موافقة من قبل حركة حماس، لأن المصير القادم سوف يعطي كل المبررات لحكومة الحرب الإسرائيلية للقيام بهذه العملية، وهي العملية المرفوضة تماما من قبل الحكومة المصرية لأنها تدرك تداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية أيضا، ولا تستطيع التضحية باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، كما أن إسرائيل حريصة على هذه الاتفاقية. وأنا أعتقد أن عملية كبيرة في رفح يمكن أن تسبب الكثير من الإشكاليات ما بين مصر وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، وهو ما لا يرضى الطرفان الآن.
طيب سيد كوبي، إذا كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع باتجاه صفقة التبادل، ماذا على صعيد المؤسسة السياسية الإسرائيلية أيضا إنجاز التعبير، لأن هناك حتى ضغوط داخل الائتلاف، ائتلاف نتنياهو، بعدم الانسحاب من خطط اجتياح رفح؟ لا شك في ذلك أن الحكومة الإسرائيلية موجودة في مأزق، لأنه إذا المتطرفين في اليمين، القصد طبعا على سموتريتش وبن غفير، إذا نزلوا أو تركوا الحكومة معناها أن لنتنياهو ليس يكون غالبية، ويجب عليه أن يتوجه إلى الشعب الإسرائيلي للقيام بانتخابات جديدة، وليس هناك تأكيد أن الشعب الإسرائيلي سوف ينتخبه من جديد، وذلك بسبب ما حصل في 17 وطريقة إدارة الحرب في الشمال وفي الجنوب. لا شك في ذلك أن هناك مخاوف داخل الحكومة من انهيار السلطة المحلية، يعني الحكومة الحالية التي تحكم إسرائيل، وبجوز أنه إذا تم في الفترة القريبة صفقة لتحرير المخطوفين، وبالتالي تضطر إسرائيل أن تقف الحرب، معناه أن إسرائيل سوف تتجه إلى انتخابات جديدة، لأنه إذا فعلا المتطرفين بالحكومة الإسرائيلية ينفذون ماذا يقولون للانسحاب من الحكومة، فليس تكون لنتنياهو غالبية داخل البرلمان الإسرائيلي، وبالتالي طبعا يجب عليه أن يتوجه إلى الشعب. ولكن سيد كوبي، هل يعني سيناريو إلغاء اجتياح رفح وارد اليوم لدى الجانب الإسرائيلي؟ لأنه يعني كما نتابع هناك يعني لعب بالألفاظ، يعني وكأنه هو الموضوع ليس إلغاء ولكن تأجيل، وقف مؤقت، حتى بأنه وزير الخارجية الإسرائيلي قال بأنه من الممكن تأجيل عملية رفح في حال التوصل إلى اتفاق. المشكلة تأجيل لمدة كم؟ سنة، سنتين، ثلاثة؟ فهذا بس عبارات، يعني إذا اللعبة عبارات برأيي، لأنه إذا تم الانسحاب من قطاع غزة وأفسحت إسرائيل المجال للمواطنين الرجوع إلى بيوتهم، وهناك مبنى جديد إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وصفقة لتحرير المخطوفين، لا أرى سيناريو في الوقت الحاضر أن إسرائيل تقدر تستمر في الحرب، ولكن إذا، وهذا ما يرهنه كثيرون في الحكومة الإسرائيلية اليوم، أن حماس ترفض الصفقة، وإذا حماس رفضت الصفقة هذا يعطي لإسرائيل الإمكانية أن تقول للعالم بأكمله، وكمان لمصر ولدول أخرى، أن إسرائيل عملت كل ما بوسعها للوصول إلى الصفقة، ولكن الطرف الآخر رفض، ولذلك هناك أكيد خطط جاهزة لاجتياح رفح و القضاء على باقي الكتائب للحركة الإرهابية حماس. سيد محمد، ما رأيك في هذه النقطة؟ يعني هل هناك فعلا تلاعب بالألفاظ بأنه عملية رفح ستحدث، سيجتاح الجانب الإسرائيلي رفح، ولكن الموضوع هنا فقط بمسألة الوقت متى، وهنا نتحدث عن تأجيل وليس إلغاء هذه العملية، وبالتالي هل الموضوع أيضا مقترن ومرهون بضمانات لربما هنا مصرية بالضغط على حماس من جهة، وحتى ربما بضمانات أمريكية بالضغط على إسرائيل؟ أن إسرائيل ترى أن عملية اجتياح رفح مسألة مهمة تستكمل حلقات الأمنية التي قامت بها في شمال وفي وسط قطاع غزة، لكن هو السؤال، هل حققت كل هذه الضربات الأمنية التي قامت بها إسرائيل على مدار نحو 7 أشهر أهدافها الرئيسية فيما يتعلق
باجتساس جذور حماس وفيما يتعلق باستعادة الأسرى؟ الإجابة لا. هل تستطيع إسرائيل أن تضمن أن اجتياح عملية القيام باجتياح مدينة رفح يمكن أن يحقق لها الأهداف المؤجلة فيما يتعلق بالقضاء على ما تبقى من كتائب حماس وعودة الأسرى؟ الإجابة أيضا غير مضمونة، لأن هناك تلويح وتلميحات حمساوية مباشرة فيما يتعلق بأن مصير الرهائن يمكن أن يكون على المحك، يمكن أن يلقى ما تبقى من الرهائن حتفهم خلال هذه العملية. أما فيما يتعلق بالضغوط التي يمكن أن تمارس على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة أو من قبل مصر على حركة حماس، هي ليست ضغوط بالمعنى الحقيقي، هي تفاهمات أو توافقات بمعنى المكاسب والخسائر التي يمكن أن تحققها هذه العملية لكل طرف. أعتقد أن الولايات المتحدة هناك تحول في الخطاب الأمريكي كبير فيما يتعلق بالتعامل مع حكومة الحرب الإسرائيلية، هناك تغير كبير لم نكن نشهده فيما يتعلق بطريقة الخطاب أو اللهجة التي يتم التعامل بها فيما يتعلق أيضا بالمصير الذي يمكن أن يهدد إسرائيل. الصورة الذهنية لإسرائيل بدأت تتغير وتتحول ليس فقط في الداخل الأمريكي لكن أيضا في كثير من المجتمعات الدولية، ونجد أن المظاهرات الأمريكية في الجامعات الأمريكية واحدة من الدلالات التي تقول أن هناك ضغوط تتعرض لها الإدارة الأمريكية لممارسة قدر من الضغط أو التفاهم أو التوافق أو التنبيه أو التحذير للحكومة الحرب الإسرائيلية أن هناك مخاطر على الطرفين، ليست فقط على إسرائيل لكن أيضا على الإدارة الديمقراطية. فيما يتعلق بمصر، أنا أعتقد أنها هناك مساحة من التفاهمات بين مصر وحركة حماس تستطيع أن تقنع بها حركة حماس أن المخاطر أكبر من المكاسب التي يمكن أن تحققها حركة حماس إذا استمرت الحرب أكثر مما يجب. هناك ترى مصر أن هناك لحظة تاريخية مناسبة إعادة القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي وعلى طاولة أولوياته، وبالتالي هذه النظرة البعيدة للقضية الفلسطينية أنا أعتقد أن تدرك أهمية الحكومة المصرية. الاجتماع السداسي التشاوري في الرياض بالأمس يعني أشار بشكل مباشر فيما يتعلق بضرورة حل القضية الفلسطينية، ضرورة حل الدولتين، وبالتالي هناك لحظة تاريخية يمكن أن تكون مناسبة للقضية الفلسطينية إذا راعتها حركة حماس يمكن أن تغير الكثير من الانطباعات السيئة أو السلبية عنها. شكرا لك سيد محمد أبو الفضل الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة، والشكر موصول أيضا لضيفنا من عسقلان رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبيلافي.